وهلا نور رح ننتقل لفقرتنا الطبية لليوم، وخلينا نحكي عن موضوع العادات الفموية السيئة وتأثيراتها على الأسنان والفكين. ورح نستقبل اليوم الدكتورة دانا عدنان مسلم، اختصاصية في طب الأسنان وجراحتها، ماجستير في طب الأسنان التجميلي. صباح الخير دكتورة بونجور، دانا، صباح الخير، سعد صباح الخير صباحك. لكم. صباح بونجورين. الخير. مثل ما قالت ليا بالمقدمة، في كتير يمكن من العادات السيئة الفموية كتير الأطفال بيتبعوها، يمكن إن كان بيحطوا إصبعهم بتمهم أو حركات كمان بتكون عند الطفل من هو صغير لا إرادية. خلينا نحكي عنها شوي. بصراحة في كتير مثل ما حكيتي، في عادات فموية يعني من الحين يمكن نستهين فيها، بس هي لها تأثيرات كتير سلبية على نمو الأسنان والفكين عند الأطفال. فهي الأشياء البسيطة لازم لازم ننتبه لها، ومنها مثل ما حكيتي عادة مص الإصبع أو الإبهام، بنلاقيها كتير عند الأطفال بمرحلة الطفولة، يعني خلينا نقول المبكرة، بتبدأ معهم طبعا بفترة الرضاعة وممكن تمتد. نحن اللي بنخاف منه انه تستمر هالعادة ل خلينا نقول اكثر من 4 سنوات، هون بتبدأ الآثار السلبية يعني تظهر على الأسنان، على الفكين، على اللسان، وبالتالي على النطق. يعني احنا لما بتصير عندنا مشكلة بالإطباق بالأسنان، فبالتالي في عندنا مشكلة بالمضغ، اللفظ بالبلع، وبالتالي بالنطق. يعني فهي المشاكل بتصير فعلا لها اثار سلبيه، ما يعني فينا نتفاداها بشكل بسيط اذا بننتبه لهالعادات. ومو بس انيه، هي ممكن لقدام تمام. هلا تصير هي مشكله مصايب. هي العادات انه بتتكرر، يعني هو اذا الطفل حط مره اصبعته بتمه ما حيصير شيء، بس الفكره بتكرار هالعاده والمده اللي عم بيقوم يمكن فيها المده الزمنيه، بهالاليه. لانه بيقول لك اذا الاسنان لبنيه تمام. ما كثير بياثر، بس لما هو مثل ولا ما ما لها قلت علاقه، يعني لك هلا اذا لانه بيقول لك بتروح في اطفال صار معهم تقدم بالفك بسبب انه بيمصوا اصبعتهم او بيحطوا تماما، تيتين او بس هذا لهاية. شو بيكون فيه استمرارية، يعني لما الطفل عم يقوم بهالعادة خلينا نقول تخلص منها لوحده بالأربع خمس شهور لسبع شهور للسنة، نحن ما عندنا مشاكل، بس لما تستمر لعمر مثلا متقدم أكثر من 4 سنوات 5 سنوات، هون بقى صار عندي تشكل الأسنان الدائمة عم بيصير، نمو الفكين، هون صار عندي المشاكل. يعني إذا حم يحط إصبعته لنفرض بتمه بتكرار كبير ولمدة زمنية طويلة، بنلاحظ إنه محل ما حم يحط إصبعته حيصير في خلينا نقول فراغات بين الأسنان، ممكن يصير في عضة مفتوحة أمامية هي بتحتاج بالمستقبل لمعالجات تقويمية. طبعا نحن يعني الهدف تبعنا بس انه ننبه الاهل، ننصحهم انه ينتبهوا لهالعاده، كل ما تخلصنا منها على صغر ابكر بتكون الاثار يعني اقل بكثير، طب الاضرار دكتوره، اقل. يعني بنشوف انه كثير اولاد مثلا بحطوا التاتين كثير وقت، تمام. يعني ممكن لعمر الأربعة خمسة، وممكن هي عادة، يمكن بس بالليل بحطوها، حتى الببرون صح. كمان، وإذا ما بقى أخذوا الببرون ما بقى بيشربوا حليب، فبيقولوا لا معلش ينتزعوا أسنانهم أو ينتزع الفك ولا يبطلوا ياخذوا حليب. خلينا نحكي عن هالنقاط، هل هي صح إنه بيصير شيء ولا لا؟ هلا هو كتير مهم، أكيد ما حنحرم الطفل من الحليب أو الغذاء تبعه، بس لازم نعرف كيف نقدم له إياه. يعني نحن لما الطفل يقوم بعاده معينه بيكون في عنده نقص ما، يعني لازم الام تنتبه انه اذا عم يحط اصبعه بتمه معناتها يمكن هو عنده نقص بالغذاء، هو رضيع ما عم يقدر يعبر فبيعبر بهالاليه هي، او عنده نقص بالحنان بالاهتمام بالرعايه. فهون بقى بصير انه نعرف شو السبب ورا هالعاده لنقدر نتخلص منها، هي اول نقطه. بالنسبه للي حكيتيه الرضاعه، يعني هي سواء كانت طبيعيه ولا صناعيه نحن ما حنحرمه للطفل منها. نحن الهدف بس انه ما يبقى، ليش ما بنقول انه نمنع انه يخلوا البيبروم كل الليل بيتم الطفل او يتركوه وينام، لانه بيبقى الحليب بما فيه من سكريات وفي تخمر الحليب اللي بيصير بالوسط الفموي، هالسكريات بتؤدي لحدوث نخور مع يعني الفتره الزمنيه، انه تخيل كل الليل هو حاطط هالبيبروم بيتمه، الحليب على تماس مع الاسنان. فوجود هالوسط هذا المتخمر مع السكريات الموجوده بتعمل على حدوث النخور، فبنلاقي بيبي صغير مسكين وعنده اسنان احيانا بتكون لبنيه ومع هيك مسوسه. فهون يعني بهي المشكله بس تعطي الحليب، بس مثلا نجيب شاشه مبلوله بالمي بس نخلص نمسح له اسنانه حتى لو هو رضيع قبل مرحله تفريش الاسنان. يعني احنا بنمنع تفريش الاسنان قبل سنتين، لا يجب تنظيف الاسنان لو كان لو بالمي، يعني لو مضمضه، لو بس حتى الحليب كمان. يبعد عن ما يضل على تماس يعني صميمي وطويل هالمده طويله مع الاسنان. طب الفتره الزمنيه لكل الامهات اللي عم يتابعونا قديش مسموح؟ يعني بيقولوا لك من السنه الرضاعة. للسنتين
ان كان لهاية او ببرون مشان ما تاثر على الفك او الاسنان. صحيح. هلا اللي عمر السنتين هي الرضاعه بعتقد يعني طبيا كافيه اصلا يعني كغذاء متكامل للطفل، لعظامه، الكالسيوم، لاسنانه، بس ما بتاثر على اسنانه. بس انا بس هدفي انه ما يستمر وجود البيبرونات واللهايات والاصبع هي اكثر من عمر الاربع سنوات، انه هم بتبدا الاضرار الكبيره والاثار الكبيره اللي حكينا عنها. نعم دكتوره، سؤال لحتى اسال انا سؤالي، ايمت بتصير عادات للاولاد باي عمر تحديدا؟ مثلا كثير بنشوف اولاد بيتنفسوا من تمهم، ضلوا فاتحين تمهم، كثير بنشوف من الاطفال بيعضوا على شفافهم، بيعضوا على لسانهم، ففي عادات كثير عم تصير عند الاولاد. اولا باي عمر عم تصير؟ ثانيا ليش؟ تماما. هلا مثل ما قلنا كل عاده يعني تحس هي مرتبطة بفئة عمرية معينة، مثلا هاي مرحلة مس الأصبع والإبهام هي مرتبطة بمرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة الرضيع يعني. بينما خلينا نقول قدم الأظافر اللي بيعدوا على أظافرهم، أو لنفرض بيعدوا على الألم أو أي أشياء صلبة بياخدوها الأطفال. هلا هم بقى صرنا بعمر شوي أكبر بالمدرسة، الولد دخل على المدرسة، صار عنده خلينا نقول تعرض لشوية ضغوطات اجتماعية، ضغوطات نفسية، عنده امتحان، قلق، واجب مثلا معين بالمدرسة، فبيصير بقى نوع من الآلية عصبية، بيعض على الألم، بيعض على أظافره. بتحسي من الأولاد بس هي بقى بالفترة شوي أكبر. لا بتحسي كتير، هي بتبلش معه صغير، وفي كتير من الناس ناضجين لهلا بتلاقيهم بيحطوا أصابعهم وبيقربوا أظافره. هلا بصراحة هي لها آثار نفسية يعني، لازم يكون عنده مشكلة، يعني مو نقول مشكلة مرض نفسي، بس عنده مثلا صعوبات، عنده ضغوطات، فبيعبر عنها بهالآلية. هلا الكبار مش الحال، بس الأطفال ليش بنخاف عليهم من هالنقطة؟ لأنه تخيلي أنت تحت الأظافر قد في كمية ميكروبات، قد في جراثيم، الفيروسات اللي عم تنتقل عم تدخل وين عم بيحطها؟ بتمه. غير انه عم يأذي اسنانه، ممكن تعمل ميلان بالاسنان، ممكن تعمل فراغات بين الاسنان على الضغط اللي عم بيمارسه. كمان في انه هو عم يدخل هالميكروبات على الفم اللي هو مدخل لكل الجسم، للرئتين، جهاز تنفسي، جهاز الهضمي، فبصير تلاقي هالامراض منتشره بالمدارس، الانفلونزا، الرشح، خصوصي مع هالفصول الشتاء اللي مع تغيير الطقس. لا دائما الولد بالمدرسه مريض وعم يعدي رفقاته ويعدوه بسبب هالقصص، يعني الالم اللي عم بيحطه اكيد ما انه معقم، اكيد عليه جراثيم، اكيد واقع على الارض وعم يحطه بتمه، وبتدخل هالقصص كلها المضره على جسم الطفل. دكتوره، طريقه التنفس الصحيحه، كثير من الاولاد بنلاقيهم بيتنفسوا من تمهم، بس مو بس بالليل، مو بس للنهار، حتى للكبار. خلينا نحكي عن هاي العادة قديش خاطئة وشو مضارها. هلا هو مثل ما كلنا بنعرف التنفس الطبيعي والصحيح عن طريق الأنف بيصير. لا ممكن احنا نتنفس عن طريق الأنف والفم، بس الطبيعي انه نتنفس عن طريق الأنف اللي هو مجهز بشعيرات هوائية، هالشعيرات بتعمل مثل فلتر، يعني الهواء اللي عم يدخل على جسمنا، الهواء الخارجي بتعرض لتنقية، لتدفئة، بهالشعيرات موجودة بالأنف، هذا الشيء الطبيعي. لما يكون في عندي مشكله مثلا نفرض انسداد مجاري التنفسيه، تضخم باللحميه او يعني مشاكل بالانف، بتلاقي الطفل مخنوق، شو بيعمل؟ بيفتح تمه، بيصير بقى بيستخدم البديل، الاليه البديله انه يتنفس عن طريق الفم. هلا غير انه نحن عم يدخل لنا صار هواء غير منقى، يعني ما تعرض للفلتره اللي صارت بالانف، انه عم يفوت هواء محمل بالميكروبات بالجراثيم، الهواء الخارجي لا تنقى ولا شيء. اول شيء عمل لنا انه دخل على لما الهواء يدخل عن طريق الفم بيروح على المعده، فبيعمل مثل انتفاخ بالمعده، هي اول نقطه. ثاني نقطه انه الهواء ما تعرض للتنقيه اللازمه قبل ما يفوت على الرئتين، كمان هي شغله مضره. غير انه حتصير على التكرار، مثل انا تعود الطفل انه بيتنفس عن طريق تمه، فحيضل فاتح تمه. هاي الآلية هاي بتخلي مع الوقت انه يصير في عندي تشوه بشكل الوش، حيصير في تطاول بالوش، نمو زايد بالفك السفلي، انها بترتخي عضلات الفك السفلي مع الوقت على الفتحة. عم يدفع مصاري ليعملوا التكسس. هي تكسس طبيعي. هي تكسس طبيعي، فمن صغار خليهم. فبتولى الفك وبصير في عندي مشكلة. هلا المشكلة عند بمرحلة النمو عند الأطفال شو حيصير؟ حيصير في عضلة مفتوحة بين الأسنان، يعني ما حيصير في سوء إطباق، ما حيطبقوا الأسنان على بعض. فكمان إنه عندنا مشكلة بتصير بالأكل، الغذاء، وبصير ما بيرتاح بالبلع. تجميليا ما حلو، في عندي بصير عضه مفتوحه، بتلاقي فتحه، ما بعرف اذا في صور، في فراغ بين الاسنان الاماميه، فراغ كبير يعني بيصير نتيجه هالقصه. ممكن ايضا كمان تعمل عارض ثاني هو العضه المعكوسه، يعني بصير بدل ما الفك العلوي يطبق على السفلي بصير بالعكس،
فيعني مشاكل كلها بتحتاج اكيد لمعالجات تقويميه متقدمه. بتصير صور مره ثانيه على عدد من مشاكل الاسنان للاطفال. بس خلينا نحكي، في كثير مفاهيم خاطئه كمان عند الاهل، لانه في كثير من الناس مثلا بتقول لك انه هي اسنان لبنيه، يعني دتهر ما بكثير مهم تعتني فيها. لا، قديش مهم فعلا نعلم الاطفال الاعتناء باسنانهم بعمر صغير، ولو كانت لبنيه، هي اساس، يعني الجزر اساس السن بتاثر كمان على الاسنان الاخرى. كلامك صحيح، ومثل ما هلا قلنا حكينا انه من مرحله الرضاعه، من هو رضيع نحن نهتم باسنانه، حتى هي ما بتكون يا دوب بازغه، بس مع هيك بنمسحها بقطنه، شوي كبير بنعلمه المضمضه، ياخذ مي وبس ويكبها، بس لحتى نمسح اثار او بقايا الشوكولا السكاكل الموجوده اللي بتضل بتشم الطفل. طلعنا على 4-5 سنين صار بنعطيه فرشايه صغيره، بنعطيه معجون اسنان، يعني بنحاول يكون مقوى بالفلورايد بغض النظر شو نوعه، المهم يكون مقوى لحتى يقاوم اكثر الاسنان، تقاوم النخور، حتى انا عم بحكي على الاسنان المؤقته، بعدنا بالمؤقته، فلا اليه انه يهتم الطفل حتى لو كان من لبنيه، لانه حتى الاسنان لبنيه، في كثير من الاولاد تلاقي اسنان لبنيه وتلاقيهم منخورين مسوسه او متصبغه او كل هذا نتيجه اللي عم بحكي انه بيضل اثار الحلو، الشوكولا، السكاكر الموجوده او بتضل بتتم، فبتعمل هالتصبغات، بتعمل هالنخور لو على الاسنان اللبنيه اللي هي المفروض تكون يعني نظيفه تماما. نعم دكتوره دانا، الاهل بتصير عقلهم بس يبلش اي سن يهز عند الاولاد وبصيروا بدهم يشيلوا لهم اياه، او الطفل بيشيله بأساوي، هل هالعادة صح ولا لازم نلجأ لدكتور، ولا خلص نتركه للسن إن هو يهر منه لحاله؟ هلا هاي مرحلة التبديل، بيكون شوي الولد يعني كبر، نحن عم نحكي بقى صرنا فوق 6 سنين. ايه تماما. فلا عم نحكي بالعادات يلي صح، يعني انه قصدي صار عنده وعي، يعني فيكي انت تاخذي وتعطي معه، ما عاد انه طفل ما يفهم. لا بتلاقي فعلا كثير من الاطفال تلاقيه عم يلعب طول الوقت بسنانه، هيك لحتى بده يقبع وما مصدق يصير، بتلاقي كله بالمدارس بتلاقي كلهم عم يلعبوا بسنانه لانه بده يهر، وبيقولوا الى اثار جانبيه بتاثر على الفك، وتلاقي اسنانه قال طلعوا فرق او فيهم مشاكل لانه لعب فيهم. هلا هي الفكرة، أهم شيء إنه نحن ما يعني نضغط على السن إنه يهر المؤقت، لأنه بنخاف ما يكون لسه بعده السن الدائم جاهز إنه يبزغ، يعني أنا الفكرة عندي إنه صارت في حركة تماما، معناتها إذا الحركة طبيعية وجدت بشكل طبيعي، هذا معناها إنه السن الدائم جاهز للبزوغ. هلا إذا الحركة كانت بسيطة وزاد الطفل بهي الآلية إنه هو عم بيهز السن، فمعناتها هو ما صار الوقت اللازم لسقوط السن. وبالتالي بس يمكن هو بيحاول يشيل السن لانه في كمان بعد الشمس الشمس او يحطه تحت الخده مشان يكون ناضج مشان الكادو، فبتلاقي الاولاد لهيك بيتاثروا بكثير قصص وتفاصيل. لا يعني ننتبه على هالقصه، لا اذا الحركه طبيعيه طبيعي هو السن حيهر بشكل طبيعي، بس اذا لا الحركه نحن عم نحرض عليها معناتها السن الدائم مو جاهز يبزغ، فلا لازم ناخر هذا الموضوع. نعم دكتوره، خلينا نحكي دائما نحن الكبار كثير بنخاف نروح على دكتور الاسنان، فما بالي لا مع هي النوع كلها اكيد ما لها مخيفة، ادوات الحاده، يعني انت ما بتحسي حالك فايت على دكتور اسنان، بالصوت والوجع والاوجاع اللي بعدين كمان يمكن بيقولوا ابشع وجع هو وجع الاسنان. لكن خلينا نحكي الاطفال كيف فيهم يتقبلوا دكتور اسنان، خاصه اذا كانوا اطفال صغار، كيف فينا نفهمهم انه هذا الوجع رح تتحمله؟ في مخدرات مثلا جديده خاصه اطفال، وطريقه واسلوب الدكتوره كيف بتكون؟ اكيد هلا اذا عم تحكي على الكبار فما بالك الصغار. طبعا. اكيد يعني اصلا اسم الدكتور دائما مرتبط مع الطفل بالابره يعني بالمظهر انه مو مريح، لا يعني بيكونوا فايتين من باب العياده وهن عم يبكوا، لسه ما بيكون حدا قرب عليهم، فلا نحن لا نحاول اذا بنقدر من الصغار، يعني من خلينا نقول حتى بالمدارس تصير توعيه، بالبيت وبالمدرسه، انه يكون يعني صورة الطبيب شوي نغير شكلها، صورة عيادة الأسنان نغير شكلها، يعني مو ضروري يروح على الدكتور لما يكون هو ميت من الوجع، يعني ما ينطروا الأهل إنه ياخذوا البيبي على أو الطفل على العيادة ليكون مستوي على الأخير، فيه يروح يعمل تشيك أب، فيه يروح بس يعني نحسسه إنه هذا المكان مريح، طبعًا العيادة تكون مجهزة، عيادات الأطفال عادةً عنا بتكون مجهزة بطريقة ما، يعني الألوان مريحة، إذا في ألعاب، في هدايا مثل ما قلتي بومبوم، مكافآت للطفل إذا مثلًا نفذ اللي بيقول له عليه دكتوره، يعني مثل ما قلت إنه ما يكون رايح بأول مرة يتعرف على عيادة ويتعرف على الدكتور ويكون هو ما عنده يعني ما عنده آلام خلينا نقول أو إزعاج شديد، بس يروح يعمل تشيك أب هيك، يعني يحس يتعرف على المكان، يتعرف على الأدوات، يشوف الأجهزة، لحتى بالمرات القادمة اللي بيكون فعلا هو بحاجة علاج يكون هو أخذ على الفكرة، أخذ على المكان، يتجاوب مع الطبيب. هي يعني نقطة كثير مهمة.
أكيد دكتورة دانا مسلم أخصائية في طب الأسنان، بدنا نشكرك على وجودك معنا، ونتمنى أنه يكون كل الأهالي اللي عم يتابعونا استفادوا شوي لطريقة يمكن الاهتمام بأسنان أولادهم والتعامل فعلا مع كيفية الذهاب إلى طبيب الأسنان خصوصا للأطفال. شكرا كثير لك. شكرا لكم وميرسي لأستضافتكم. شكرا كثير لك دكتورة، أهلا وسهلا.